مش قضية تحدي، ولهذه قضية مسؤولية، قضية مسؤولية وقضية مهنية، سي استانسونس دي بروفيسيوناليزم. هذه المهنة تاعنا عارفين الصعوبة تاعها، عارفين المركبات تاعها، عارفين العوائق تاعها، وعارفين كذلك البنة تاعها كما يقولوا. إذا احنا عندنا الاحتراف من الجانب هذا، وعندنا عارفين واش هي المسؤولية اللي راهي علينا، المسؤولية تاع الإدارة وكذلك اللاعبين، لأنه الطاقم الفني وحده ما يقدرش يحل كل المشاكل، الإدارة وحدها نفس الشيء، واللاعبين كذلك ما يقدروش وحدهم يديروا واش يحبوا هما ولا يربحوا كل الفرق، لازم يكون فيه التلاحم. وحتى باش الأنصار كذلك يكون هذاك أهم شيء، ماهوش أهم شيء ولكن كذلك نقطة أساسية، الالتحام بين اللاعبين والجمهور تاعهم.